القوات المشتركة تسحق محاولة تسلل حوثية في الجاح، والميليشيا تواصل حفر الخنادق وتدفع بتعزيزات إلى حيث. اليمن اليوم تلتقي أبطال القوات الحكومية في جبهة الجراشب بالجوف وتكشف زيف انتصارات الميليشيات. 9 أعوام على مبادرة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح لحقن دماء اليمنيين وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. ثالثة ونصف توقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. سحقت القوات المشتركة محاولة تسلل انتحارية جديدة للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة بعد ساعات من سحق هجمات لها في ذات المحافظة. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات التابعة لإيران دفعت بالعشرات من بقايا جيوبها المتمركزين في مزارع الحسينية لمحاولة تسلل انتحارية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية، وسرعان ما تم سحقهم بمجرد الاقتراب من خطوط التماس، مؤكدا مصرع وجرح معظم المتسللين فيما لاذ البقية بالفرار مخلفين وراءهم عددا من الجثث وأسلحتهم. وثقت عدسة الإعلام العسكري جانبا منها، وتعد محاولة التسلل هذه هي الثالثة من نوعها للميليشيات الحوثية صوب الجاح خلال الشهر الجاري، وذلك في سياق خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية والتي تجاوزت إطلاق النار ومحاولات التسلل إلى شن هجمات ومحاولة السيطرة على مناطق. أتوا ليقاتلونا لكنهم أنتهوا. غنائمهم إن شاء الله أكثر من 5 قطع واثنين معدلات شيقي وقاذف أربيقي والقصاص حقهمنا والجهاز المترلة اثنين جهازات تمام. سلامتكم، بارك الله بالرجال. بروح بالدم نفديك يا يمن، بروح بالدم نفديك يا يمن. تحية الجمهورية اليمنية. احنا نقول أهلا وسهلا بكم إلى قطاع الجاح، قطاع يعني جبهة الأسود. ما حصل بهم اليوم يعني جزء لا يتجزا ما يحصل فيهم كل يوم، لكن حصلنا فرصه اليوم ان احنا نصور وننظر للعلم. نعم، ولا احنا بين الاشجار والنخيل لا نستطيع يعني نقرا الصوره الواضحه الكامله بشكل دائم، لكن ما حصل هذا اليوم جزء ما يحصل كل يوم وسيحصل لهم دائما اذا استمروا بنفس الخروقات ونفس التسللات. وكانت القوات المشتركة أفشلت هجوما حوثيا في محاولة لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة في منازل المواطنين بمدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، كما أسقطت طائرة حوثية مسيرة كانت تحلق في سماء المدينة. لا تساهل للقوات المشتركة مع خروقات وانتهاكات ميليشيات الحوثي والتي شهدت تصعيدا كبيرا وخطيرا خلال الأيام الماضية في تنصل حوثي عن الالتزام باتفاق ستوكهولم وإفشال أي مساع أممية ترمي إلى إيقاف إطلاق النار في الحديدة. مستجدات الخروقات الحوثية في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة، محاولة تسلل الميليشيات نحو مواقع القوات المشتركة في المديرية في مسعى لفك الحصار عن عناصرها المتحصنة بمنازل المواطنين التي تتخذ منها ثكنات عسكرية لمقاتليها. وكان الهجوم الحوثي مسنودا بقصف مدفعي مكثف لمحاولة التسلل الانتحارية التي باءت بالفشل الذريع. المحاولة الحوثية للتسلل إلى مواقع القوات المشتركة كانت مسنودة بغطاء ناري كثيف وقصف مدفعي وضائرات مسيرة، وبالرغم من كل هذا تمكن أبطال القوات المشتركة من صدها وإسقاط الطائرة الحوثية المفخخة وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. التصعيد الحوثي الأخير يأتي في الوقت الذي زارت فيه نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة
لدعم اتفاق الحديدة والتقائه بضباط الارتباط من طرف القوات المشتركة والميليشيات الحوثية لمناقشة آلية التهدئة التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية. ستظل المساعي الأممية خجولة وتوفر القضاء لشرعنة انتهاكات وخروقات الميليشيات وتصعيدها المتواصل في استهداف المدنيين ومواقع القوات المشتركة، والتي يبدو أن لا خيار أمامها إلا تحرير كامل محافظة الحديدة وقطع دابر الميليشيات. إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي حفر خنادق ومتارس وحشد تجمعات وتعزيزات في أطراف مديرية حيس بمحافظة الحديدة. أفاد مراسلنا أن الميليشيات تقوم بحفر خنادق ومتارس في قرية الحلة شمال غرب قرية بني مغاري غرب حيس. وأكد مصدر عسكري لمراسلنا أنه تم رصد حشود وتجمعات للميليشيات في الحمينية غرب وجنوب غرب قرية بني مغاري. وفي حيث أيضا فتحت الميليشيات نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة، منها سلاح 14.5 وسلاح 23 على الأحياء السكنية. وذكر مراسلنا أن الاستهداف الحوثي أدى إلى اختراق منزل أحد النازحين في قرية دار ناجي غرب حيس الذي قامت الميليشيات بتهجيره، وآخرين من قرية ضمي الخاضعة لسيطرتها. وتسبب الحريق في إتلاف كل محتويات المنزل منها الأسرة والملابس وكل ما بداخلها من أثاث خاص بتلك الأسرة النازحة. وتواصل الميليشيات قصف الأحياء السكنية في حيس بشكل يومي في إطار مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية. أنا داخل وأنا وعيالي قبل صلاة العصر، خلاص خرجت أجري أحد ما في، رقيت لبيتي حرق، يا الله يا الله خرجت عيالي وأنا نازحة من قرية القضيبة نازحة إلى دار ناجي. الآن ساعدوني أجواري وأخواني بنات البيت هذا، لحين الآن ما فيش بي ولا شيء، حرق كل حاجة من سبب طلقة الحوثي، الطلقة رصاص 14 حرق لي بيتي. لحين لا حول ولا قوة، نطلب من المنظمة تساعد حني ولا تهب لحني أي شيء، ولا خيام ولا كنابل لعيالي ولا أي شيء. البيت هذا حق راح صاحبنا نازح من قرية القضيبة إلى دار دوبلة، ووصلنا جحنا رصاصة ابن شايم من سبب حق الحوثي ب14 كاشف، اشتعل البيت في الساعة 2:30 وقمنا نغور عليهم بالحريقة عسى حرق الثياب حقهم والسامن والملابس. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية صابر حليس، مرحبا بك. ما مستجدات التصعيد الحوثي وكيف تعاملت القوات المشتركة مع هذا التصعيد؟ بداية أريد أن هو أن ليس من المقاومة الوطنية، ليس من تركيز المقاومة الوطنية وإنما من مركز العمالقة. تفضل، ما مستجدات التصعيد الحوثي وكيف تعاملت القوات المشتركة مع هذا التصعيد؟ القوات المشتركة هي على أهل الاستعداد واليقظة الكاملة لمواجهة أي تصعيد تقوم به الميليشيات الحوثية في مختلف جبهات الحدود. كان أكثرها محاولة تسلل في منطقة الجاح، حيث تمكنت القوات المشتركة من تنقل الميليشيات الحوثية خسائر فادحة وقتلتها عشرات القتلى والجرحى. كما وفق إعلام القوات المشتركة تسليل عشرات الجثث من الميليشيات الحوثية التي حاولت تسلل إلى مقاطع القوات المشتركة. نعم. إضافة إلى قبل لحظات تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية ضد الريهمي، وهي تعتبر الطائرة الثانية خلال يومين يعني تطلقها الميليشيات الحوثية تحاول من خلالها استهداف مواقع القوات المشتركة، ولكن يحصل
أيضاً القوات المشتركة لها لأي حق في المصاب. مطالبة شعبية باستكمال التحرير لإنهاء معاناة المواطنين، إلى متى ستظل هذه المطالبات؟ المطالبات من الأهالي في مدينة الحديدة هي مستمرة بسبب الملاءم والانتهاكات التي تمارسها الجهات الحدودية منذ انطلاق الحكم الأممية. طيب كما تعرفون أن محافظة الحديدة بوقت الراهن هي تحت يعني الوصاية الأممية وتسجيل اتفاق ستوكهولم. في حالة انتهاء أو إعلان اتفاق ستوكهولم ستقوم القوات المشتركة تحرير محافظة الحديدة من هذه الجهات الحدودية. نعم صابر حليس، شكرا جزيلا لك. شيعت المقاومة الوطنية في مدينة المخا جثماني الشهيدين الرائد محمد علي أحمد عقلان العديني والملازم إبراهيم علي أحمد حنظل اللذين استشهدا في ساحة الشرف والبطولة بالساحل الغربي. تقدم مراسم التشييع قائد اللواء الرابع حراس جمهورية العميد طه الجعمي وقائد اللواء السابع زايد منصر وعدد من القيادات العسكرية وأقارب الشهيدين ومعهم جموع غفيرة من المواطنين. وأشاد المشيعون بالمآثر البطولية الخالدة التي اجترحها الشهيدان في ساحات العزة والبطولة والشرف مخلصين للوطن مدافعين عن مكتسبات الثورة والجمهورية من براثن الكهنوت الحوثي. وأكد المشيعون أن دماء الشهداء لن تزيد أبطال القوات المشتركة في الساحل الغربي ومن خلفهما الشعب اليمني إلا ثباتا وصمودا في المعركة وصلابة وتماسكا بمواصلة النضال وتقديم المزيد من التضحيات حتى استكمال تحرير كل شبر من الوطن. وكان الشهيدان من أوائل الرجال الأحرار الذين التحقوا بحراس الجمهورية وسطرا أروع ملاحم الشجاعة والبطولة والفداء، وكان لهما دور بطولي في كثير من المعارك ضد الميليشيات الحوثية. إن قافلة الشهداء صائرة إلى الله عز وجل، والله قد أخبرنا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وهذا شهيدنا الذي ناضل كثيرا وقد استشهد شهيدا في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الوطن، نجعله إن شاء الله من الحسبان، ونسأل الله لنا وله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الشهيد إبراهيم حنظل هو من أبناء محافظة زمار مديرية عنس، ولنا فيه النصف لأنه من أبناء مديرية حيس، تربى وترعرع في هذه المديرية، عاش في حياته وكان مناضلا شجاعا غيورا شاعرا مبدعا قائدا محنكا. نعتز ونتشرف بهذه الشهادة العظيمة حيث ستقدم القافلة من الشهداء من أجل تحرير الساحل الغربي وتحرير اليمن. سندافع على هذا الوطن حتى آخر قطرة من دمائنا. هنيئا له الشهادة لابن حنظل ابن حيس وذمار. حيس المناضلة التي تقصف ليل نهار، ستناضل وستكسر روح هذا الحوثي الذي دمر اليمن الأخضر وأهلك الأخضر واليابس. اليوم نفارق أحد زملائنا في رئاسة سرية الاستطلاع، ونعاهد نحن على الدرب سائرون وعلى العهد ماضون حتى تحرير اليمن. في الضالع تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر في العدد والعتاد بمواجهات في حبيل العبدي، فيما وصلت تعزيزات إلى القوات المشتركة في جبهة الأزارق. وأفاد مراسلون أن القوات المشتركة والمقاومة خاضت مواجهات مع الميليشيات في جبهة حبيل العبدي شمال الفاخر، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات. وأضاف أن القوات المشتركة دفعت بتعزيزات جديدة باتجاه جبهة الأزارق ماوية بهدف تأمين المناطق المحررة وتحرير مناطق جديدة. لذلك زارت اليمن اليوم الأبطال من القوات الحكومية في جبهة الجراشب جنوبي الجوف، الذين أكدوا أن الميليشيات تلقت ضربات موجعة في هذه الجبهة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية. الطريق إلى جبال الجراشب لم تكن كما كنا نتوقع أن نصل إليها سريعا،
مرينا بمسافات ومنعطفات كثيرة، أكبرها هذه الطريق الرملية التي توصلنا إلى جبهة القتال، بعد أن التقينا بجنود اللواء الأول قوات خاصة. الثانية عشر ظهراً وصلنا إلى الجبهة مع مصادفتنا لمناوشات متقطعة بين القوات الحكومية وعصابات الحوثي. فبعض الجنود تحدثوا إلينا أن عشرات الجثث من الميليشيات لا تزال مرمية في سفوح التباب خلفتها المعارك المتواصلة منذ أسبوع، كما أنهم أكدوا أن هناك خلافات حادة نشبت بين قيادات الميليشيات في جبهة الساقية وجبال القراشب، وهو ما تسبب بإطلاق نار كثيفة بينهما منذ ليلة البارحة. صادفنا بزيارتنا أيضا قائد الجبهة العميد محمد الحجوري، كان بدوره قد شرح لنا عما يدور من أحداث في جبال الجرشب. نحن الآن وصلنا إلى جبال الجرشب التي أدعت ميليشيات الحوثي أنها قد وصلت إلى مدينة الحزم وأسقطت هذه المواقع. هنا من هنا نكشف زيف ميليشيات الحوثي وإدعاتها. في المنطقة السادسة تحققت استثارات كبيرة وألحقت خسائر مدوية بهذه الميليشيات في قياداتها من الحباري ونشتان وغيرهم، ولا زالت جثث مرمية في الشعاب. نحن نقول إن أبناء الجوف يعود الفضل الكبير لأبناء هذا المحافظة وإلى مشايخها وإلى شخصياتها الاجتماعية والتفاف أبنائها حول قيادتهم وحول أبناء الجيش الوطني، استطاعوا أن يلقنوا هذا الميليشيات درس قاسي. المد الإيراني في انكسار، ونحب أن نقول أن الميليشيات في خلال الأسابيع أو أيام على سقوط مدوي، لأن هذه آخر ورقة ترميها بين أوراقها وهي بتنتحر انتحار وتدفع بأبناء القبائل وأبناء الشعب اليمني إلى محرقة الموت. وندعو أخواننا في جميع المناطق ألا يدفعوا بأبنائهم إلى محرقة الموت. الجيش الوطني اليوم يأخذ المعركة من أجلكم، من أجل كرامتكم، من أجل إعادة الدولة، من أجل إعادة اليمن للحضن العربي. إن شاء الجيش الوطني اليوم لا يمثل حزب ولا يمثل منطقة، يمثل اليمن وجميع أبناء اليمن. هذا من تعز، هذا من حجة، هذا من أبين، هذا من عدن، كل أبناء اليمن هانا وجدت على أرض الجوف. طيب ماذا تمثل هذه الجبهة بالنسبة موقعها استراتيجي؟ ماذا تعني لميليشيات الحوثي تحاول أكثر من مرة شن هجومها في هذه المنطقة؟ لو تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لجبال الجرشب بشكل مختصر، هي بوابة الانطلاق إلى العاصمة صنعاء، هي الأقرب. نعم. إذن هكذا مشاهدينا وضعناكم في تفاصيل المعركة مع هتافات الجنود لحول الفندية لهذا الوطن. عبد العالم دحلان، قناة اليمن اليوم، محافظة الجوف. لذلك أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي جنوب غرب الجوف. وذكر مصدر عسكري أن جنودا في القوات الحكومية أسقطوا الطائرة الحوثية في جبهة المحزمات بمحافظة الجوف. وتشهد جبهات محافظات الجوف معارك شرسة بين القوات الحكومية وبين ميليشيات الحوثي منذ أيام، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة. وفي غضون ذلك سلطت الأمم المتحدة الضوء على كارثة إنسانية تعرض لها سكان ونازحون في نهم بصنعاء والجوف ومارب جراء سلسلة التصعيدات الحوثية الأخيرة في تلك المناطق. تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد بنزوح أكثر من 5000 أسرة نزحت جراء تصاعد القتال في مديرية نهم ومارب والجوف. وأوضح التقرير أنه في الفترة بين 19 يناير والسابع عشر من فبراير تم إجبار أكثر من 5000 أسرة على الفرار من الاشتباكات المسلحة في منطقة نهم بمحافظة صنعاء ومنطقة صرواح في محافظة مارب ومقاطعات الغيل والحزم والمتون في محافظة الجوف. ورفعت الميليشيات الحوثية وتيرة التصعيد العسكري الذي أجبر السكان والنازحين على ترك منازلهم ومخيماتهم والفرار تحت وابل النيران والقذائف التي تشنها بحثا عن أماكن أكثر أمنا.
نجا وزير الدفاع محمد علي المقدشي من انفجار لغم أرضي في جبهة صرواح غربي مأرب. مصدر عسكري أوضح أن الوزير المقدشي كان في زيارة تفقدية لجبهة المشجح في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب. أضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من مرافقي المقدشي وأضرار جسيمة بالسيارة المدرعة التي كانت تقلهم. وكانت القوات الحكومية تمكنت الثلاثاء من استعادة نقطة الكسارة الاستراتيجية من ميليشيات الحوثي وعدد من المواقع المحيطة بها وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد. في محافظة تعز استشهدت طفلة بطلق ناري بالرأس من قبل قناص حوثي متمركز في تبة المدرجات غربي المدينة. مصادر محلية ذكرت أن الطفلة هلين محمد تعرضت لطلقة في الرأس فارقت على إثرها الحياة أثناء ما كانت تلعب جوار منزلها بمنطقة غراب. وكانت امرأة أصيبت برصاص قناص حوثي بمديرية جبل حبشي. وكانت المواطنة راوية عبدو صالح المهيوب من أهالي قرية نجد القحفة أصيبت برصاص قناص من ميليشيات الحوثي المتمركزة في منطقة عبل. استعرض وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك في إحاطته الجديدة أمام مجلس الأمن المشاكل التي تعيق المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدا أن الحوثيين يتدخلون في أعمال المنظمات الإنسانية والإغاثية. بعيدا عن الأسى السياسي على هذه الطاولة المستديرة التي اكتفى أعضاء مجلس الأمن بالإدانات الدولية والتعبير عن القلق جراء الانتهاكات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فلا تزال كارثة الحرب في اليمن وما خلفتها من أزمات إنسانية هي الأكبر في العالم، بل أنها تمر بفترة صعبة كما وصفها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك الذي أكد أن مشاكل خطيرة تعيق المساعدة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية ويضعون عراقيل جمة أمام المنظمات الإغاثية. وبرغم المساعدات التي تتلقاها اليمن إلا أن معاناة السكان تتفاقم يوما بعد آخر، خاصة بعد قصف مستشفيين في مأرب تسبب في حرمان نحو 15 ألف مواطن من الرعاية الصحية. النزاع على العملة في اليمن أيضا كان محورا آخر ركز عليه لوكوك، وأكد أن انهيار الريال اليمني وغلاء الأسعار الجنوني قد تؤدي بالبلد إلى مجاعة وفاقة لا يمكن تداركها. بريطانيا هي الأخرى دعمت ما ذهب إليه مارك لوكوك، وأكدت أن أمريكا دعت الحكومة إلى وضع خطة للمانحين بشأن الوضع المادي في البلد، كان ذلك عقب تصريح للخزانة الأمريكية بمنع وتقليص الإغاثة العاجلة في المجال الإنساني والذي عقد على أثره مؤتمر بروكس للمانحين، ويشار إلى أن أمريكا هي الداعم المالي الأكبر لهذه الخطة. وأكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كيلي كرافت أن إيران تواصل إرسال السلاح إلى الميليشيات الحوثية في انتهاك للقرارات الأممية وتعمل على تقويض الحل السياسي في اليمن، وأشارت إلى أن العراقيل الحوثية تعيق إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطرون عليها. المندوبون الدائمون تعالت أصواتهم بالإدانات الواسعة للانتهاكات الحوثية التي تمارسها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واكتفى المندوب الروسي بدعم العملية السياسية في اليمن ووحدة أراضيه، ودعا إلى سرعة تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى، وهذا الأمر غير كاف ولا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على أرواح المواطنين في اليمن السعيد. أكد اللواء محمد بن عبد الله القوسي وزير الداخلية الأسبق بأن إصرار الميليشيات الحوثية على زرع الفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي اليمني من أعلى إلى أدنى مكوناته لن يجديها نفعا مهما حاولت ماكيناتها وأبوابها الإعلامية تصوير الأمر على غير ذلك. وقال القوسي تعليقا على الممارسات الحوثية الأخيرة في منطقة الحدا بمحافظة دمار وفي مناطق يمنية عدة إن الأبواق الإعلامية للميليشيات الإجرامية الحوثية تحاول زرع الفتنة داخل كل بيت يمني وقبيلة وقرية ومحافظة بهدف زرع الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن الواحد سعيا لتنفيذ مخططات الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن تلك المحاولات الشيطانية لتفتيت اليمن والإضرار بنسيجه الاجتماعي
لن تجدي أمام كل منتسب لتراب هذه الأرض الطاهرة ما دام الجميع متماسكون لمواجهة ميليشيات الحوثي وفكرها المستورد من إيران حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير الوطن منها. وشدد القوسي على أن جميع محاولات الحوثيين الرامية إلى تفتيت المجتمع اليمني ستبوء في النهاية بالفشل. قبل 9 أعوام وحقنا لدماء اليمنيين في أعقاب فوضى العام 2011، دعا الرئيس علي عبدالله صالح المواطنين لانتخاب هادي رئيسا توافقيا لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وحماية لما تحقق لليمن واليمنيين خلال العقود الماضية، لكن تلك المساعي قابلها البعض بأنانية مفرطة. وأدعو من كل أبناء الوطن الالتفاف معه والتعاون معه ومع حكومة الوفاق من أجل مصلحة الوطن لإعادة ترميم وإصلاح ما دمر خلال 11 شهر. مثل 21 نوفمبر 2012 يوما تاريخيا دعا إليه الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح لانتخابات رئاسية تلبية لمطالب الشباب الذين استغلتهم أطراف مؤدلجة وحفاظا على الإرث الديمقراطي الذي تحقق لليمن خلال 3 العقود الماضية. ومثلت دعوة الزعيم علي عبد الله صالح للمواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراع وانتخاب عبد الرب منصور هادي خطوة متزنة وعقلانية أكدت الحرص الذي كانت تتمتع به القيادة السياسية فيما يتعلق بتداول السلمي للسلطة وحكم الشعب نفسه بنفسه. ورغم مخاضات فوضى العام 2011 التي أدخلت اليمن فئة فوضى وحروب لا يزال يدفع ثمنها المواطن البسيط حتى اليوم، دعا لها المنتفعين ممن يعملون ضمن أجندات خارجية تحت شعارة الصدور العارية هدفها تمزيق اليمن وإثارة الفتنة في المنطقة برمتها تحت مزاعم أسمي بثورات الربيع العربي وإنتاج الفوضى الخلاقة التي طالبت بإسقاط الأنظمة واستبدالها بالفوضى في أكثر من قطر عربي بينها اليمن. وتلبية لتطلعات الشباب وحقنا للدماء وجه الزعيم علي عبد الله صالح دعوته التاريخية لليمنيين وفي طليعتهم المؤتمر الشعبي العام للتصويت الجماعي لانتخاب عبد الرب منصور هادي رئيسا توافقيا ولمدة زمنية محددة هدفها إخراج البلد من الأزمة التي كان يعيشها بفعل فوضى ساحة 2011 وانتهت العملية بنجاح وسارت وفق الهدف الديمقراطي والماراثون الشعبية وترسيخ مبدأ الحرية والمشاركة الشعبية في صناعة القرار واختيار الحكام عن طريق الشعب مالك السلطة وما نحوها ذلك الهدف الذي جعله الزعيم علي عبد الله صالح نصب عيني. تم الاتفاق على ترشيح رئيسا للجمهورية رئيس توافقي، نأمل التعاون مع الرئيس التوافقي وهو مرشح الجميع وهو الفريق عبد الرب منصور هادي على أنه هو مرشحنا للمرحلة القادمة. الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي وفوز الرئيس عبد الرب منصور هادي بذلك نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة. ورغم نجاح العملية الانتخابية في اليمن وتسليم هادي أمانة حكم اليمن إلا أن تلك الفعالية التي شهدها العالم لم تؤتي إثمارها بعد التمديد الذي زاد غير مرة لبقى هادي على رأس السلطة التي معها تفتت الجيش بمزاعم إعادة الهيكلة وانهارت مؤسسات الدولة وفي طليعتها الاقتصاد وتوقفت مرتبات العاملين في السلك المدني والعسكري ليعيش ملايين اليمنيين حياة ضنكا ما كان لهم أن يوصلوا إليها لو أن تلك الفعالية الديمقراطية مضت في الطريق الذي أقيمت لأجله والمتمثل في حفظ مكتسبات اليمن الجمهورية وثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والثاني والعشرين من مايو فضلا عن إرساء مبدأ تداول السلمي للسلطة، لكن التلكؤ والتمسك بالكرسي رغم الفشل أوصل البلد إلى ما وصل إليه من انهيار وتشظي. تحت شعار جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية تحتفي الأمم المتحدة ودول العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، فيما يعيش اليمنيون وضعا كارثيا نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وما ترتب عنها من مجاعة ودمار وتقييد للحريات ومصادرة للحقوق. فيما يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، يعيش اليمنيون أوضاعا مزرية
بفعل الانتهاكات الحوثية التي أتت على كل ما تحقق في اليمن في مجالات الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية خلال الثلاث عقود الماضية. وتعيش غالبية الأسرة اليمنية منذ أن أشعلت ميليشيات الحوثي الإرهابية الحرب في اليمن قبل 5 أعوام أوضاعا مأساوية زادت رقعة الفقر اتساعا، ما جعل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها تصف الوضع في اليمن بالمخيف والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. رغم الأوضاع المأساوية والمجاعة التي تسببت ميليشيات الحوثي بإيصال اليمنيين إليها عقب إشعالها حربا عبثية أتت على كل شيء في البلد، تتعمد الميليشيات منع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في المناطق الخاضعة لها والمتاجرة بمعاناتهم. ولم تكتف الميليشيات الحوثية بتحويل أجزاء واسعة من اليمن إلى سجن كبير يعاني المواطنون فيه أشد المعاناة ويصارعون الموت بسبب حربها العبثية، لكنها تعمدت قطع المرتبات على الموظفين مدنيين وعسكريين وتمارس الابتزاز بشكل يومي، مما فاقم من حجم المعاناة حتى باتت الحياة في اليمن لا تطاق. مراقبون اعتبروا الصمت الدولي تجاه جرائم وانتهاكات الميليشيات تشجيعا لها على ارتكاب مزيدا من الجرائم بحق المدنيين، وطالبوا الأمم المتحدة ومنظماتها والعالم الحر إلى ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للانصياع للسلام والتخلي عن السلاح وتسليم مؤسسات الدولة وتمكينها من ممارسة مهامها الدستورية ووضع حد لتعطيل الحياة في اليمن وقتل المدنيين، فضلا عن التمييز الطبقي والعنصري الذي تسعى الميليشيات لتأسيسه من جديد بعد أن طوت ثورة 26 سبتمبر تلك الحقبة المظلمة التي ظهرت من جديد وبقوة بعد دخول الحوثيين صنعاء بقوة السلاح، وبدأت المفارقات الطبقية بين ما يعرف في أوساط الجماعة بالزنبيل والقنديل. ويعتبر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوما دوليا يعترف بالحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والذي يتضمن جهودا لمعالجة قضايا مثل الفقر والإقصاء والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وهي مناسبة لتسليط الضوء فيها على معاناة اليمنيين على الضمير الإنساني العالمي الذي طال سباته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلد الذي أنهك الحرب وباتت تفتك به الأمراض والأوبئة والفاقة. وللحديث انضم إلينا عبر الهاتف من جنيف رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي، مرحبا بك. مرحبا بك عزيز. نعم، غابت العدالة الاجتماعية في اليمن بفعل انتهاكات الميليشيات وعجز الحكومة عن توفير أبسط الاحتياجات، قراءتك للوضع في اليمن؟ صراحة المؤسف جدا في الوقت الذي يسعى فيه العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية لكي يكون وصول حقيقي للحقوق وفي متساوي بالحقوق والفرص، تنخرط اليمن في تمييز
عرقي وعنصري واسع. نحن نعرف انه منذ قليل أن الحركه الحوثيه في اليمن منذ سيطرتها على قبل 5 أعوام، وهناك تمييز حقيقي قائم على اساس العرق وعدم وجود اي نوع من انواع المساواه، سواء كانت في العداله الاجتماعيه او في مساواه في نواحي اخرى. اعتقد ان الحوثيين ارجعون الى عصور سحيقه في وجود العداله. العالم الان يسعى الى وجود توزيع متساوي للثروه، في حين ان الحوثيين ما زالوا يقودون بعقليه السلاله الطائفيه التي لها الحق في الحكم ولها الحق في الوصول الى كافه الثروات وكذلك الوصول الى كافه المناصب القياديه في الدوله. للاسف تقارير كثيره رفعت من قبل منظمات المجتمع المدني وايضا من قبل الامم المتحده، كان اخرها التقرير الاخير الذي رفعه منسق الاغاثه الانسانيه في اليمن والذي تحدث عن ان يصل الانتقادات الانسانيه يقف الحوثيين فيها امام يقفون كحجره عثره امامها. اعتقد ان عدم تحقيق هذه المساواه حتى في وصول المساعدات، الحوثيين نعرف انهم يقومون بالسيطره على كثير من هذه المساعدات وبيعات السوق السوداء وتحويل كثير منها ايضا الى مجهود حربي. كل هذه المعوقات تضع رحله ونحن قادمين ابتداء من يوم الاثنين القادم على دوره جديده لمجلس حقوق الانسان ستكون الدوره 43 وسيكون موضوع اليمن حاضرا في هذه المناقشه، ليس في موضوع العداله الاجتماعيه فقط ولكن في موضوع كافه الانتهاكات والتي برزت في اليمن اخيرا كانتهاكهم للحق في الحياه وايضا قيامهم بعمليات تعديل ممنهجه. نعم، إضافة إلى ذلك أستاذ هاني، تسعى الميليشيات الحوثية لإحياء الفوارق الطبقية في اليمن من جديد وأيضا التمييز العنصري، كيف يمكن مواجهة ذلك برأيك؟ أعتقد أن هذا الشيء أصبح مكررا في اليمن في المناهج التعليمية، نحن ناقشنا كثير من هذه الأمور في دورات سابقة لمجلس حقوق الإنسان، في أن المناهج التعليمية أصبحت كارثة في المدرسة أصبحت كارثة في اليمن، بالإضافة إلى تسرب عدد كبير من الأطفال إلى المدارس وتحويلهم إلى المكارس. أعتقد أن هذا الموضوع لن يعد باستطاعة اليمنيين لوحدهم أن يقفوا أمام الحركة الحوثية لأنها أصبحت تهدد النتيجة بما يؤثر على كافة دول الإقليم وأيضا على بسبب المنطقة الجغرافية التي تحتلها اليمن أصبحت تؤثر أيضا على حركة التجارة الدولية وعلى الكثير من دول العالم. أعتقد أنه لابد أن يكون هناك قرارات حازمة من مجلس الأمن للوقوف في اتجاه هذه في وجه هذه الحركة. قرارات مجلس الأمن حتى الآن لم تلقى طريقها للتنفيذ، وأعتقد أنه باستمرار الدعم الإيراني لهذه الميليشيات سيصبح واجبا على المجتمع الدولي وعلى الدول بالذات دائمة العضوية في مجلس الأمن أن تقف أمام الحركة الحوثية وأن توقف أيضا عملية تهريب الأسلحة التي تقوم بها بالنسبة للحوثيين، لأن كل ذلك سوف يدعم من وجود هذه الحركة العنصرية القائمة على بناء على أسس إرثية وتراءى حقيتها بالفضل فوق رؤوس اليمنيين. نعم، هاني الأسودي رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مستمرة النشرة وفيها بعد الفاصل. القطاع النسوي المؤتمري في حيس يطالب بإلغاء اتفاق ستوكهولم واستكمال تحرير الحديدة لإنهاء معاناة المواطنين.
كرس اجتماع تنظيمي عقده القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام بمديرية حيس لمناقشة ما تعانيه مدينة حيس من انتهاكات وخروقات تقوم بها الميليشيات بشكل يومي، وما تمر به المدينة من ظروف عصيبة وانعدام المياه بعد أن فجرت الميليشيات خزان المياه الوحيد الذي كان يغذي المدينة من منطقة الدنين. وطالب القطاع النسوي في المؤتمر بإلغاء اتفاقية ستوكهولم واستكمال التحرير لوضع حد للانتهاكات الحوثية وإنهاء معاناة المواطنين. رصاص ليلا ونهارا، ميليشيات الحوثي تقتل صغارا وكبارا، رجالا ونساء لا ينامون لا ليلا ولا نهارا. ارحمونا سيرحمكم الله. نحن بنات حيس وابنائها وشيوخها واطفالها نهتك بالعنيد والناشد العنيد طارق محمد عبد الله لحيث ما بدها يا شطوب والقلق والهرع في بيوتنا، واطفالنا تعاني الخوف لا يقدرون ان يخرجون حتى على ابواب منازلهم. نهتك النادي ان يحرر منطقتنا من هذا الورع. باسمي وباسم نساء حيس من المشهد القائد العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح لتحرير مديرية حيس وإيجاد حل للتدخل فيها، فإن هذه المديرية الأبية البطلة تعاني أكثر مما يعانيه أي مكان آخر. لا نقول مديرية حيس فقط، ولكن التحيتة والدريهمي وكل المناطق المتضررة من هذا العدوان الغاشم من ميليشيا الحوثي الكهنوتية الرجعية التي تعشق الموت كعشقها للحياة، فهي تضحي بأبناء هذه المديرية وتنتقم منهم انتقاما شديدا بإرسال الهاؤنات والقذائف وكاتيوشات وكل ما يقتل الإنسان. فأصبح الإنسان في هذه المديرية لا يطيق الحياة ولا يستطيع الخروج من منزله ليقتات عيشه، وتشرد معظم أبناء هذه المنطقة كمثلها المناطق الكثيرة من أبناء مديرية الساحل الغربي. فإنا نناشدك باسم كل امرأة وأم تعاني في هذه المديرية من إيجاد حل للتدخل في هذه المديرية. وفي حيث أيضا نظم القطاع التربوي وقفة احتجاجية أمام مدرستي النهضة وخولة في مركز المديرية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ 3 أشهر. أين الراتب؟ بهذه الكلمات صدح أبناء حيس في وقفة احتجاجية أمام مدرستي النهضة وخولة في مركز المديرية، طلبوا فيها بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ 3 أشهر بعد أن تدمرت حياتهم وبحت أصواتهم ولا مجيب لحالهم. أن يفرضوا على رواتبنا الحق 3 أشهر، نحن خمدنا في هذه المديرية 3 أشهر لم نجد حتى 5 ريال، ما هو الحل؟ لا ندري ما هي المماطلة هذه. نوجه إليكم رسالة إنسانية، أقل حاجة رسالة إنسانية أن ترحموا مدرسي هذه المديرية. المحتجون نشدوا برفع الظلم عنهم وصرف رواتبهم التي تعد من أبسط حقوقهم، فقطع الرواتب عن المدرسين أحال حياتهم لجحيم لا يطاق وقذفت بهم في دوامة الفقر والجوع والعوز. هذا ما أكده القائمون على هذه الوقفة الاحتجاجية. نحن نطالب بعد رواتبنا الثلاث حتى 3 شهور، يجب أن تفوتوا كما رفضتنا عدن وغيرهم، كيف حناكسون؟ حرام عليكم، اتقوا الله، أين العدالة؟ المحتجون رفعوا لافتات مطالبين بصرف مرتباتهم المتوقفة، فهذه المديرية لم تسلم من قصف يومي ومستمر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بشتى أنواع القذائف المدفعية والصاروخية. فالجزاءها المدينة هذه على أن يمنعهم بشهورهم عدة شهور، قابل تحملهم لهذا التحدي ولهذا الصعود. وحدهم المواطنون هنا، لن النخب السياسية والعسكرية يشعرون بحجم الخسائر والمعاناة اليومية، وما هذه الوقفة الاحتجاجية إلا خير دليل على ذلك. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين. القوات المشتركة تسحق محاولة تسلل حوثية في الجاح، والميليشيات تواصل حفر الخنادق وتدفع بتعزيزات إلى حيث. اليمن اليوم تلتقي أبطال القوات الحكومية في جبهة الجراشب بالجوف وتكشف زيف انتصارات الميليشيات. 9 أعوام على مبادرة الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح لحقن دماء اليمنيين وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة. يمكنكم متابعة البث الحي عبر موقع القناة الظاهر أسفل الشاشة وكذا عبر منصات التواصل الاجتماعي. لقاؤنا في 5:30 على خير في أمان الله.